أهلا بكم. ما أسباب فشل النظام الصحي في العراق؟ وما تداعيات وأخطار انهيار الواقع الصحي في ظل جائحة كورونا؟ وما هي الحلول لإنقاذ الشعب العراقي من كارثة انهيار الواقع الصحي؟ تقرير أمريكي جديد صدر مؤخرا يحذر من موجة كورونا تسحق النظام الصحي في العراق. وجاء في تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الأطباء العراقيين على الخطوط الأمامية وبتماس مباشر مع مئات حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تنقل الصحيفة عن رئيس نقابة الأطباء العراقية عبد الأمير محسن قوله إن المستشفيات تهدف إلى علاج الناس، لكنها بدلا من ذلك أصبحت حاضنة للعدوى. مراقبون للواقع الصحي في العراق يرون أن انهيار القطاع الصحي سببه إهمال حكومات الاحتلال للقطاع الصحي وعدم إغلاق الحدود مع إيران التي تفشى بها الفيروس، ما أدى إلى انتقال الوباء منها بتواطؤ من الحكومة الحالية وميليشياتها. نتابع هذا التقرير. يعاني النظام الصحي في العراق من أزمات وإخفاقات متلاحقة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، في ظل عمليات فساد كبيرة شملت كل مفاصل الدولة ومنها الجانب الصحي، لتأتي جائحة كورونا معلنة انهياره وعدم قدرته على الصمود. نقص المستلزمات الطبية فضلاً عن المستشفيات المتهالكة وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة جعل من تلك المستشفيات جسراً للعدوى، ما تسبب بارتفاع إصابات كورونا بين الأطباء وفقاً لصحيفة ستار أند سترايبس الأمريكية. فيما أكدت نقابة الأطباء في العراق أن عدد المصابين من الكادر الطبي ارتفع بنسبة 83%، وأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة يومياً عن أعداد المصابين والوفيات غير صحيحة ولا تشكل أكثر من 10% من الأعداد الحقيقية. هذا وأظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة إصابة 592 طبيباً من بينها 8 حالات وفاة جراء فيروس كورونا. خلية الأزمة النيابية حذرت من خطورة الموقف الصحي في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات. من جانب آخر، أكدت مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة وجوب احترام حق المتوفين والتأكد من هوية جثامينهم، حيث تجري عملية تلاعب وتغيير في سجلات المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا. في سياق متصل، توقعت المفوضية زيادة كبيرة في أعداد ضحايا كورونا في الأيام المقبلة بسبب ما وصفته غياب سياسة حكومية علمية واضحة لمواجهة الوباء. وبسبب تلك السياسات الفوضوية، قدم عدد من الأطباء في محافظة بابل استقالاتهم من دائرة صحة المحافظة احتجاجاً على عدم توفير المستلزمات المطلوبة لممارسة عملهم. ولم تسلم السجون من جائحة كورونا، فقد كشفت مصادر حكومية عن ارتفاع أعداد الإصابات في سجون العراق، وقالت المصادر إن أكثر من 20 إصابة بالفيروس سجلت بين المعتقلين والموظفين في عدد من السجون العراقية. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه مفوضية حقوق الإنسان من خروج وباء كورونا عن السيطرة في الأيام المقبلة، ما ينذر بكارثة إنسانية. أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الأستوديو. أستاذ حسين، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأرحب بالدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي، الطبيب الاختصاصي العراقي، ينضم معنا من بغداد عبر الهاتف. دكتور إبراهيم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، مرحبا بك. حياك الله أخي الكريم. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ حسين، كيف تراقب النظام الصحي في العراق وهناك تقارير دولية تتحدث عن فشله وأن هناك موجة كبيرة تهدد العراقيين وتهدد بانتشار فيروس كورونا أكثر وأكثر، كيف تراقب ذلك؟ يعني هو لا توجد مفاجأة في النظام الصحي في العراق، سواء من تقارير الدولية أو ما هو موجود على الأرض من خلال معرفتنا أولا البنية التحتية للمنظومة الصحية في العراق وتدميرها من خلال الفساد الموجود المستشري داخل وزارة الصحة. ليس الآن، نحن نتكلم عن الوضع الآن منذ 2003 وإلى الآن، وكيف كان هناك فساد كبير جدا. لا يوجد بناء مستشفيات حديثة، لا يوجد أسرة للمرضى. اليوم لو نأخذ التصاعد اللي موجود في نسبة المصابين، كلما كان نسبة المصابين أكثر من نسبة المتعافين معناها هناك أسرة تحتاج للمصابين. مثال اليوم أنه عندما يكون الإصابات عددها 1800 وعدد المعافين 800، معناها 1000 سرير يحتاج
المنظومة الصحية باقين. منذ أسبوع وبدأت الإصابات تتصاعد شيئا فشيئا، اليوم عدد الإصابات في العراق تقريبا 32,000، الوفيات 1,100 تقريبا، وبينما 16,000 سرير، 16,000 مصاب، ما زال إذا ما حذفت المعافين، هذا إن صحت التقارير. 16,000 مصاب اليوم في العراق، والعملية قابل والعدد قابل للزيادة في كل يوم. ماذا لو وصل العراق إلى ما وصلت به بعض الدول؟ يعني ليس بعيد، مثلا عندك قطر، عندك السعودية، هذه دول قريبة العراق، تركيا، في دول كثيرة بدأ يصعد فيها العدد إلى 100,000 لكنها مسيطرة. لماذا؟ لأن لديها مستشفيات، لديها كوادر صحية، لديها بنية تحتية، لديها كل أغلب المستلزمات، فاستطاعت السيطرة. في العراق لا توجد، لا يمكن السيطرة إذا ما صعد الوباء أكثر وأكثر. واليوم تصريحات وزير الصحة واضح جدا أن هناك خطر كبير على الشعب العراقي من هذا الوباء بسبب الانهيار المنظومة الصحية، وهذا الانهيار هو سببه الفساد المتعاقب. ماذا يعني رئيس نقابة الأطباء العراقي عندما يقول أن المستشفيات أصبحت حاضنة للعدوى بدل أن تقوم بعلاج الناس؟ بالتأكيد، لأنه المستشفيات إما من خلال المستلزمات الطبية أو خلال المراجعين ومن خلال عدد الأطباء المصابين. لماذا هذا العدد كبير من الأطباء؟ هناك من داخل المستشفى من يتحدث عن أن خراطيم الأكسجين تنتقل من شخص إلى آخر بدون مراقبة، يعني هذه هي متاحة للجميع، وبذلك هناك يعني عملية قتل متعمد للناس. احنا نتكلم عن فيروس، ما نتكلم عن جسم كبير، يعني ما نتكلم عن خراطيم، نتكلم عن مستلزمات طبية، نتكلم عن معدات أخرى، كل هذه هي مصدر لسبب لنقل هذا الوباء. فبالتالي اليوم هذا اللي يسموه الجيش الأبيض أو الأطباء والممرضون والأخير، هذول في الخطوط الأمامية يحتاج لهم إلى قيادة، سواء على مستوى الوزارة أو قيادة سياسية تتكفل وتدعمهم من الناحية المعنوية ومن الناحية الفنية. إذا غاب هذا الدعم الفني والمعنوي واللوجستي عموما، سينهار هذا الجيش الأبيض. وإذا انهار هذا الجيش الأبيض أمام هذا المرض، العراق سيواجه وباء كبير وكارثة كبيرة تحل على الشعب العراقي. نحن رأينا أن هناك تهاونا في موضوع يعني إغلاق الحدود مع إيران التي تفشى بها الفيروس، نرى الآن ربما أن هذه النتائج بدأت أو هذه الكوارث بدأت تظهر الآن، يعني هل هناك فعلا تواطؤ حكومي بهذا الاتجاه؟ لا، هذا الأمر منذ البداية عندما فتحت وانتقل الوباء. اليوم العراق يساوي إيران بالنسبة لحجم الوباء، يعني بعدد المصابين اليوم 2000 إصابة في إيران و1800 إصابة في العراق. هذا كان افترض منذ البداية أنه غلق الحدود مع إيران باعتبارها دولة مصدرة أو يعني ناقلة للوباء ولهذا المرض، وكان لا يوجد إذن صاغية. السبب الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي، لا يوجد إرادة عراقية أمام ما تريده إيران، سواء مدينة البصرة، المناطق الشمال في السليمانية، في مناطق أطراف ديالى وغيرها، كل هذه كانت التجارة والسياح والزوار وإلى آخره. طيب، بعدين اليوم احنا عندنا هذه المنظومة الصحية لا تعطى لها المساحة كمنظومة فنية إدارية، يتدخل فيهم رجل الدين، يتدخل فيهم المفتي، يتدخل فيهم الآخر الحاشد إلى آخره، كل هؤلاء يتدخلون في دورهم في حينهم لا يستطيعون يقومون ما يقوم به الأطباء والممرضين. فالحقيقة الله يعينهم على ما هم عليه، لكن نحذر إذا انهارت هذه المنظومة وخصوصا الأطباء والممرضين ستكون كارثة تحل على الشعب العراقي. قبل أن ننتقل إلى ضيفين الكريمين، مشاهدينا الكرام، نشاهد من خلال هذا الفيديو ما وصلت إليه الأمور نتيجة قلة الوعي وآثار الفيروس على الوضع الاجتماعي في العراق، حيث تم الاعتداء على رجل ستيني بالضرب بشكل بشع بسبب طلب عائلته من الجيران عدم زيارتهم كونهم يشتكون أو يشكون بإصابتهم بفيروس كورونا. نتابع. نتابع هذا الذي تعرض للاعتداء، الرجل الكبير بالعمر الستيني ضرب بشكل بشع، وهذه الصور التي يعني تمثل مؤشرات عدم الوعي لدى بعض الناس بخطورة ما يجري. أحد أقارب هذا المواطن الذي تعرض للضرب مشاهدينا الكرام تحدث عن الأسباب التي دعت لضرب قريبه، لنشاهد. زوجة أخويا قالت لها بعد تجين علي، أنت احتمال بيت كورونا، بيت أعراض كورونا. راحت قالت رجلها، ما رجلها جاب أخوته وعمامه تقريبا 5-6، التموا على أخويا واحدة.
مشاهدينا الكرام، أيضا من تداعيات كورونا أيضا وانتشار هذا الفيروس الفساد المنتشر في العراق، فقد دخلت الرشوة حتى في إجراءات الفحص، حيث غرد أحد المواطنين بقوله أصيبت والدته أو والدة صديقي، هكذا يقول، والدة صديقه أصيبت بالفيروس قبل 5 أيام وفقدت حاسة الشم وحاسة التذوق. المستشفى رفضت عمل مسحة لأن حالتها ليست خطيرة بحسب قولها. ثم بعد بحث طويل من قبل صديقه وافقت إحدى المستشفيات في بغداد على عمل مسحات لملامسين يوم الثلاثاء القادم، ولكن مقابل رشوة مقدارها 200,000 دينار على الشخص الواحد. إذن شاهدنا سويا مشاهدينا الكرام، كيف تعلق أستاذ حسين على هذا الفيديو؟ يعني أنا قلت لك أنه الفساد يعني هو على مستوى الوزارة، على مستوى النظام السياسي في العراق، لا على مستوى الأفراد فهو متوسع أفقيا. احنا نتكلم على الفساد على المستوى العمودي، لا ننسى انه من كان مسؤول على وزاره الصحه من 2003 الى الان، ما هي من هم المسؤولين وكيف كان الفساد وصفقات الفساد التي وصلت سواء الى مجلس النواب او الى الاعلام. اذا كله في اطار الفساد. وما يعني ما الذي كانت تمارسه وزاره الصحه امام من يعترض عليها، ومعروف حتى مارست الخطف ضد بعض الشخصيات. هذه الوزاره هي كانها ملك للتيار الصدري الذي استولى على الوزارة من 2003 وتقريبا إلى الآن. إذن هو يتحمل مسؤولية هذا الفساد. طيب. اليوم أعطيك يعني بس نسب، هذا حيتكلم عن بغداد. طيب المدن المدمرة الغربية، الموصل غيرها، هذا البنية التحتية معرفة منتهية، 12 مستشفى مدمر في الموصل. سنأتي إلى هذا الموضوع. طيب. فقط اسمح لي ورحب بضيفي دكتور أيمن العالي، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم معنا عبر سكايب. دكتور أيمن مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور أيمن، تابعت معنا وتتابع الوضع الصحي في العراق وتراقب ما يجري في العراق وانتشار جائحة كورونا وتراقب الإهمال الحكومي، بالطبع لذلك تداعيات خطيرة على الواقع العراقي، على الواقع الصحي في العراق، على الواقع العراقيين بشكل عام، كيف تراقب الوضع؟ تحية لك أخي الكريم وللضيوف الكرام وللمشاهدين جميعا. الحقيقة الوضع الصحي في العراق وضع مزرن، لا يمكن الكلمات أن تصف هذا الوضع من تدهوره وتراجعه بشكل ملحوظ. بالطبع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق في التسعينات من القرن الماضي أثرت على هذا القطاع، لكن بعد 2003 أصبح لدينا تدميرا منهجيا لهذا القطاع بشكل ملحوظ، وكل مراقب للشأن العراقي يستطيع أن يعني يرى أن بحسب الميزانيات التي رصدتها حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم وحتى هذه الساعة، حقيقة حتى هذا العام الجاري، لم تتجاوز حصة القطاع الصحي في ميزانية العراق أكثر من 2 أو 3% سنويا. هذا يفسر لنا التدهور الممنهج لهذا القطاع المهم الذي يمس حياة المواطن العراقي ولا سيما البسطاء من الشعب العراقي الملايين الملايين. انتهاء العمل بنظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي للشعب، الفساد المستشري في وزارة الصحة ودوائرها بشكل ملحوظ، وهنالك ملفات فساد مشهورة جدا، يعني كل حكومات الاحتلال المتعاقبة هي مشاركة بهذه الملفات وطالعة في مسألة هدر الأموال التي هي بالأصل قليلة جدا المرصودة للقطاع الصحي. جولات ميدانية في مستشفيات بغداد وهي العاصمة العراقية، جولات ميدانية حقيقة تدمي القلب، تجد أن هنالك يعني مستشفيات هياكل بناء فقط، لا توجد فيها أي معدات أي تجهيزات
أي أسرة، أي خدمات، أي كل الأمور حقيقة، فضلا عن غياب الكادر الطبي والطواقم الطبية سواء الأطباء أو الممرضين، وندرة العلاج إن وجد هنالك شحة كبيرة في العلاجات، وهذا كله حقيقة لم يأتي بشكل عبثي، إنما هو مخطط له، والغرض منه هو العمل على انهيار المنظومة الصحية في البلاد. ومع الأسف الشديد أقول أن انهيار هذه المنظومة مسألة وقت فقط، لأن هي هنالك طبعا بصفتكم دكتور أيمن، أيضا حضرتكم طبيب أيضا وتنظر إلى الأمر من الناحية الطبية، فضلا عن نظرتكم من الناحية السياسية ومن مختلف الجوانب الأخرى. الاحتلال الأمريكي لأي مدى يتحمل مسؤولية انهيار الواقع الصحي تحديدا في العراق؟ أخي، الاحتلال هو من وضع هذا البرنامج الذي رزح تحته النظام الصحي في العراق، الذي كان نظاما يشار له بالبنان، سواء الكوادر الطبية المتقدمة أو الأجهزة الحديثة التي ترد إلى العراق، بل كان العراق يعني يتفضل على كثير من الدول بتقديم الأدوية واللقاحات والوصول. لكن اليوم مع الأسف الشديد المواطن العراقي، على سبيل المثال، تحدث لي أحد الـ يعني أب لمريض في السرطان حقيقة، تحدث يعني قال إن ولدي لحد الآن كلف علاجه أكثر من 120 ألف دولار، وأنا اضطريت إلى بيع البيت لأعالج الصبي، ولكن مع الأسف الشديد وأقدم كل ما أستطيع في سبيل ولدي، لكن التدهور حاصل وأضطر إلى السفر إلى الخارج. لا يمكن أن يعالج هذا المرض في العراق، فضلا عن هذه الجائحة وهذا المرض سريع الانتقال القاتل حقيقة. المرض القاتل لدينا في العراق أكثر من 1000 حالة وفاة، وطبعا هذه الأرقام متواضعة أمام الأرقام الحقيقية للحالات التي جرت في العراق وحالات الوفاة أعني، وحتى حالات الإصابة، وهذا يعني الكثير يشهد بذلك، من جملتهم نقابة الأطباء في العراق. والنتيجة اليوم لدينا تعتيم إعلامي على حقيقة الواقع الصحي الذي هناك ينهار ليس فقط شيئا يعني ما. لم يعد هناك أي تعتيم إعلامي ربما بعد هذه التقارير الدولية التي تتحدث، وحتى يعني المسؤولين في العراق، المسؤولين الحكوميين، وزارة الصحة، هم يتحدثون يقولون هناك يعني عدم سيطرة على الواقع، الواقع الصحي سينهار. التقارير الأمريكية تتحدث عن انهيار قادم، ووصفت ذلك بالسحق، سحق النظام الصحي في العراق، وأن الأطباء العراقيين على الخطوط الأمامية. طب بالضبط، يعني هذا يعني بالمطلق مثل ما تفضلت، هنالك يعني قلة التخصيصات بالتزامن مع الفساد المستشري، فلدينا بالنتيجة صفر على أرض الواقع وعلى الميدان، فهنالك تراجع، هنالك تراجع كبير في القطاع الصحي والأداء الصحي والطبي في العراق، وهذا لم يكن إلا أمرا ممنهجا تعمدت حكومات الاحتلال التي فرضتها قوات الأمريكية الغازية، وهذه الحكومة الثامنة، حكومة الاحتلال الثامنة اليوم، وليس هنالك أي يعني لا يوجد أي منشأة إضافية لهذا القطاع المهم، لا توجد أي أجهزة جديدة وردت للعراق يستطيع أن يعني حديثة تستطيع أن تعالج الأمور، حالات الإصابات بشكل طيب دكتور يعني أيمن، نعم ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي، طبيب الاختصاص العراقي. دكتور إبراهيم مرحبا بك، كيف تصف الواقع في العراق، الواقع الصحي المنهار في ظل جائحة كورونا؟ دكتور إبراهيم تسمعوني؟ فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بالدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي مرة أخرى. أستاذ حسين، يعني
هناك تعمد من قبل حكومات الاحتلال مثل ما تفضل الدكتور أيمن وأيضا حضرتك قبل قليل. ما هي ما وراء هذا الاستهداف؟ لماذا يريدون مثلا أو لماذا يستهدفون القطاع الصحي بالإضافة إلى الكثير من القطاعات؟ ما هي الغاية؟ يعني هو الغاية استهداف الشعب العراقي. أليست هي حالة عامة؟ كل العالم يتعرض الآن لهذه الجائحة؟ لا لا، في فرق. يعني نعم. إحنا اليوم نقول كل العالم، نعم كل العالم، ولكن أكو فرق بين أنه أنت عندك بنية تحتية وعندك مستشفيات ومستلزمات طبية لمواجهة هذا الكارثة، وبين أنت ما عندك شيء. أنا ذكرت لك أنه يعني في المدن المدمرة، نعم، أنه في مدينة واحدة من 18 مستشفى دمر 12 مستشفى لم يعاد بنائها. طبعا ال 12 مستشفى ما بين تدمير كامل وأضرار. هذه المدينة تعدادها ما يقارب 4.5 مليون. تعداد الأسرة اللي موجود، عدد الأسرة اللي موجودة في مدينة الموصل سابقا كان من 3000 إلى 4000 سرير، نعم. الآن لا يتجاوز 1000 سرير. طيب احنا نتكلم عن كورونا، هل هو فقط هذا المرض الوحيد موجود في العراق؟ ألا توجد أمراض أخرى أيضا تحتاج إلى أسرة؟ لا يمكن، هناك أمراض ممكن أيضا تكون معدية داخل العراق أيضا تحتاج إلى أسرة. تصور عندما تتكلم على مدينة 4.5 مليون لا يوجد فيها تقريبا 1000 سرير بمجموعة هي والمدن المناطق المجاورة لها، بمعنى أنه كل 4500 مواطن على سرير واحد. نعم. أمام هذا الوباء المنتشر، هذا فقط نتكلم عن كورونا، وكأنه لا يوجد لا سرطان لا أمراض أخرى سل الرئوي وإلى آخره. اليوم البنية التحتية عندما تتدمر لا يمكن أن نقيس العراق بالبقية. اليوم الفساد اللي موجود بالعراق، العراق أغنى من بقية الدول التي أيضا لديها هذه الجائحة، ولكن المشكلة مشكلة فساد. عندما تكلم دكتور أيمن عندما قال أنه تخصيص هو تخصيص 2.5% من ميزانية 106 مليار عام 2019، 106 مليار خصصوا فقط 2.5%، ولو كان هذا 2.5% بما يساوي 2.5% تساوي تقريبا 5.5 مليار. هل صرف على العراق بس 2019 5.5 مليار؟ إذا لم تبني مستشفى في مدينة مدور أين ذهب 5.5 مليار؟ حتى لو كان قبلنا بال 2.5، قبل الشعب العراقي بهذا ال 2.5 أيضا هي ذاهبة إلى الفساد وإلى المفسدين. وبهذا أنه اليوم في مدينة كبيرة عريقة جدا تحولت هذه المستشفيات البناء الأبنية إلى كرفانات، هل يعقل أن تواجه كورونا بمستشفيات كرفانية؟ سعة المستشفى 75 سرير، هذا السعة 75 سرير لا تصلح لناحية وليس لمدينة 4.5 ملايين. هذا مثال واحد، لا أريد أن نسترسل ونأخذ الوقت في بقية المدن. طيب. مدن الجنوب التي لم تدخلها لا داعش ولا تحرير ولا عمليات عسكرية، ألم تعاني الآن الناصرية والبصرة والنجف وميسان من تدمير البنية التحتية؟ فإذا أنت لازم اليوم إذا تبني نظام صحي تدعم جانبين، الجانب الإداري والجانب الفني، أطباء وممرضين على مستوى عالي من الفهم والعلم ونقل بعثات إلى الخارج. أنت سمعتم تصريح الوزير السابق قبل حسن التميمي، ما الذي قاله علاوي؟ تصريح قال أنه بعض الأطباء اليوم لا يساوي بمستوى ممرض، طبعا وإن كان هذا التصريح عليه علامات كثيرة، ولكن يقصد بأنه التعليم في العراق على المستوى الطبي هو ضعيف جدا. هذا أيضا كذلك. أما البنية التحتية، أنتم اليوم 17 عام هل بنيتم مستشفى؟ أنا أريد عراقي واحد يقول أنه بني مستشفى في مدينتنا. خلاص يا أخي لا تبنى في المناطق الغربية. هذا هو نظام المحاصصة ليس كذلك؟ يا سيدي نظام المحاصصة الغربية ودمرت وكذا، هاي لا تبنى بها، دول ما يستاهلون. طيب. خلاص ما مشكلة، ابني يا أخي في المناطق الجنوبية، ابني في بغداد مستشفيات، لماذا لا تبنون؟ فإذا هذا الكادر الطبي وعدم وجود بنايات أو يعني بنية تحتية للمنظومة الصحية، النتيجة الطبيعية ستنهار. اليوم ما تنهار غدا تنهار. اليوم تصريحات وزير الصحة، تصريحات رئيس مجلس النواب، تصريحات مسؤولين كثيرين، تقارير دولية تشير على انهيار المنظومة الصحية. طيب ابقى معي، ابقى سأرحب بالدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي الجراح الأخصائي، ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد. دكتور إبراهيم مرحبا بك. أهلاً وسهلاً. دكتور إبراهيم، يعني الواقع الآن في العراق جائحة كورونا والمخاطر التي تواجه العراقيين، الأطباء هم في الصفوف الأمامية بحسب التقارير الدولية وبحسب شهود العيان وبحسب وزارة الصحة، كيف تصف لنا هذه المخاطر؟ والله مساء الخير عليك وعلى كل مستمعين ومشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. وعز الشعب العراقي بوفاة طبيب آخر الآن هسه تطلبية من الموصل هم جائحة كورونا.
رحمه الله. خط الصف الاولي رحمه الله. إيه؟ هسه كفت شغله واحده بس اوصل لكم اياها. نعم. اليوم عوائل معتقلين ثلاثه منذ 5 أشهر قبل جائحه كورونا ممنوع الزياره للمعتقلين. نعم. في الناصريه وفي سجن التاجي. يعني العراقيين الموجودين بالسجون ممنوع عليهم الزياره، يعني اكو قتل ممنهج، اكو قتل ممنهج بعيد عن الاعين. هذا حقوق الانسان. الصحة انهارت، أنا مسؤول عن كلامي، الصحة انهارت. يمتى انهارت؟ أكو أحد المشاركين من الإخوان، نعم التيار الصدري من استلم وزارة الصحة من 2003 إلى الآن بدليل هسه ما عندهم طبيب، المن جابوا صيدلاني، وهذا الصيدلاني كان مطوع على حساب وزارة الدفاع. ما له كل علاقة لا بالوبائيات وكل حتى المساعدين. الوكيل الأقدم والوكيل الثاني رجال ناس عسكر كان عقيد بالجيش اتهمت عليه، يبحثون عن الجاه وعن السلطة يعني ما لهم كل علاقة بالوبائيات. هسه الآن شلون انهار الوضع الصحي؟ فتحوا كل المستشفيات لاستقبال المصابين بوباء الكورونا. وباء الكورونا مرض ده ينتقل عن طريق الرباب حبيبي، يعني إذا هسه أنت من الطب أي مستشفى ممكن تصاب. أكو بعض الإخوان علق اليوم هم بيقولون 18,000 الرقود. طيب لماذا دكتور إبراهيم، لماذا المستشفيات أصبحت حاضنة للوباء دون غيرها؟ لماذا المستشفيات تحديدا؟ إي مفتوحة عجيب، مفتوحة. شوف دعك علي الشهيد أحمد راضي. نعم لنسوء الخدمات والفندقة ماكوش، التمريض ماكوش، وقع شافي شويه رسمون اكو تجاوب، وقع على مسؤوليته طلع. من طلع تخربط بالطريق رجع على راسه. تدري احمد راضي بالسبعة الا ربع قايم بس للحمام، ما كل احد، لا ممرض ولا مضمد ولا طبيب ولا ولا ولا، قام للحمام من السبعة الا ربع الى الثمانية وربع متوفي واقع بالحمام، ما في احد يجي عليه. شوف هاي نقطة. والنقطة الثانية تواطؤ الوقف السني، خلال ساعتين استلموه لا تبعد لي ولا دنيا وراح دفنوه. يعني بين من المستشفى الى مقبره الكرخ اتهمت عليه ساعتين. يعني اكو جريمه كبرى ترتكب. احنا هنا هسه جو الاطباء الحكي بيناتنا الى الان 14 طبيب من الخط الاول، طبيب اخصائي مو مقيم دوري، خطيه المقيم الدوري والمقيم الاقدم اتهمت عليه اكثر من 500 المصابين. طيب. الكارير اللي حامل وعالج حجر نفسه، لان دول كلهم شباب لا يدخن لا 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 تهمت عليه. طيب. صار ريسبونس. اسمح لي دكتور ابراهيم انتقل، ساعود اليك مره اخرى دكتور. طيب. ابراهيم انتقل للدكتور ايمن العاني. دكتور ايمن، يعني وحضرتكم ايضا طبيب وتتابع ما يجري، يعني هل تتوقع ممكن أن يستغل فيروس كورونا سياسياً من قبل الحكومة والميليشيات أيضاً؟ أخي الكريم، اليوم المسيطر على داخل العراق هم الميليشيات، وحتى الحكومات تتشكل من قبل هذه الميليشيات. فهذه النتائج حقيقة متوقعة التي تظهر أمامنا، يعني نتائج تدهور وتراجع وانهيار المنظومة الصحية في العراق. وتعقيبا على حديث الأستاذ الضيف أنه 2.5% ميزانية تخصيص القطاع الصحي ميزانية 2019، ولكن منذ 2005 وحتى هذا العام لم يتم تخصيص أكثر من 3% للقطاع الصحي. فهذا يعني لك أن تتخيل أخي الكريم بالتزامن مع الفساد الكبير الذي أحدثته ظهور الميليشيات واستفحالها ويعني هيمنتها على القرار السياسي في العراق. كل هذا مسببات التدهور الصحي في العراق، وهذا من ضمن الأدوات المستخدمة من هذه الميليشيات. الميليشيات لا يحكمها قانون ولا تحدها حدود، فبالنتيجة كل الأساليب ممكن أن تستخدمها هذه الميليشيات سياسيا وحتى لخصومها والأمور الأخرى. هنالك حقيقة قرائن وأدلة محتملة أن هنالك استخداما سياسيا لهذا الفيروس، وبالنتيجة غير مستبعد هذا الأمر.
وتحت التحقيق، لكن أين محققو الأمم المتحدة من هذا الموضوع؟ الكثير من الملفات في العراق اليوم تشهد تدهوراً وانحداراً سريعاً، حقيقة مرعباً في نفس الوقت، لكن نرى أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة تلتزم جانب الصمت وتغض النظر وتنظر في أحسن الأحوال أو في كل الأحوال بعين واحدة إلى الموضوع، ولم تشر تقاريرها أو حتى مسؤولوها لم يشيرون في يوم من الأيام صراحة إلى دور الميليشيات المهيمنة على القرار السياسي والتي تخضع لها حتى بعثة اليونامي. مع الأسف الشديد اليوم تقارير اليونامي ولا سيما الإحاطات الدورية التي تصدرها هذه البعثات سواء الحالية أو السابقة أو الأسبق، كلها تقارير تبدأ في البداية تقارير شبه منصفة لكنها تنتهي مجاملة، بل مدافعة عن الحكومة ومصفقة لها ومهللة لها، وكأنما إنجازات كبيرة تنجز في العراق. اليوم لدينا نظام صحي منهار أو شبه انهيار تام، ولا أحد يحرك الموضوع، وكأنما الأمر يجري بشكل طبيعي في العراق، وليلقى الشعب العراقي مصيره. وهذا هو ما يحدث في العراق منذ 2003 وحتى اليوم، ومع الأسف الشديد هذا الفساد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكافح أو يعالج في ظل النظام السياسي الذي فرضه الاحتلال والذي ظل قائما حتى اليوم. وكل هذه الأوجه وإن اختلفت فالنهج واحد والمخطط واحد، والأيام طبعا أثبتت لنا وتثبت لنا الأيام هذا الكلام. طيب دكتور أيمن، بالعودة إليك أستاذ حسين السبعوي، يعني ممكن أن يعني تسخر الحكومة أو الميليشيات موضوع الفيروس من أجل مصالح معينة سياسية أو أهداف معينة من وجهة نظرك؟ يعني هذا وارد جدا، أنه ممكن لأن الميليشيات هي غير منضبطة. يعني الكثير من القامات في العراق يعني ذهبوا بسبب جائحة كورونا، يعني كل شيء هذا وارد في العراق طالما غياب دولة المؤسسات وغياب دولة المواطنة، كل شيء نتوقع كل شيء وارد، لأنه غياب دولة المواطنة وغياب دولة المؤسسات هذا كل شيء يتوقع، من فساد إلى عمليات تصفية إلى عمليات سياسية تستخدم، كل هذا وارد وقد حصلت سابقا. يعني أين مدير صحة ديالة عام 2006 عندما زار الوزارة نفسها؟ إحنا علينا أن ندرك أنه الميليشيات هي الجهة الحاكمة الفعلية في العراق، وهي التي تمسك الأرض في العراق، وهي التي طيب الآن يعني دخلت إلى المجال السياسي، ولا يمكن أن يكون هناك وزيرا إلا برضا هذه الميليشيات. طيب نتحدث عن الميليشيات طيب في المستشفيات، يعني الكثير من الشهود العيان، الكثير من الشخصيات الإعلامية أيضا، رحم الله اللاعب أحمد راضي واللاعب علي هادي، ورحم الله كل قام من قامات العراق الذين ذهبوا بسبب أو بغير سبب. يعني مستشفيات داخل بغداد تعمل على عمل مسحات للملامسين، ولكن مقابل رشوة مقدارها 200,000 دينار عراقي للشخص الواحد. يعني هل هذا يضع علامة استفهام على الميليشيات المسيطرة على المستشفيات أم على العاملين أم على الموظفين؟ من الذي يتقاضى هذه الرشا؟ مؤسسة الصحة، احنا علينا اولا خلينا نسمي اسماء مسمياتها، التيار الصدري هو المسيطر على وزارة الصحة منذ عام 2003 وتقريبا الى الان. هذه كل ما موجود من فساد في هذه الوزارة يتحمل مسؤولية التيار الصدري الذي رفع شعار الوطنية كثيرا على الشعب العراقي، ودخل كثير على المنتدى وركب موجتها، ولكن على الشعب العراقي أن يدرك أن هذه الوزارة وكأنها من حصة هذا التيار الذي يتحمل مسؤولية ما حصل فيها من فساد، من تصفيات، من إقصاء، من تدمير البنى التحتية للوزارة. الوزارة كل أغلب معاناتها هي نعم هو المسؤول عنها النظام السياسي عامة. اليوم لا يمكن أن نحمل مسؤولية الكاظمي اللي عمره شهر مسؤولية الوضع الصحي والمستشفيات والتدمير، يكون حكومة كل عمره شهر. المسؤولية على النظام السياسي من 2003 وإلى الآن
لا يكون حكومة عمر أشار تستطيع، وإن كان هذا ليس دفاعا عن حكومة الكاظمي، لكن علينا أن نوصف ما يجري في العراق هو ليس خطأ شخص ولا خطأ مسؤول، خطأ منظومة متكاملة تشارك في تدمير هذا البلد من وزارة الصحة إلى بقية الوزارات إلى طيب الفساد. السؤال هنا يعني نعم. هؤلاء المنظومة المتكاملة من أين جاءوا؟ هل جاءوا مثلا من كوكب آخر؟ لا لا لا, لا أبدا، مو موضوع كوكب آخر ولا مثلا. كل احتلال يأتي إلى بلد لابد أن يجد من يتعاونون معه، يبحث عن المتعاونين. اليوم المتعاونين مع الاحتلال من 2003 وإلى الآن يعني مو مخفيين على الشعب العراقي. اليوم عندما الاحتلال يقول أنا رجعت الاحتلال العراق، والآخر يقول لا هذا تحرير، يعني ماذا تصف من أمثال هؤلاء؟ من كان يقاتل ضد الشعب العراقي في ثمانية القرن الماضي، ماذا تتوقع منه عندما الآن يحكم الشعب العراقي؟ اليوم الاحتلال، أي احتلال يأتي، أنت لاحظنا احتلال فرنسي في المغرب العربي، احتلال بريطاني، الاحتلال الأمريكي الآن في العراق، الاحتلال الروسي سابقا في دول أخرى، كل احتلال لابد أن يجد فئة تتعاون معه، ولا يوجد بلد يخلو من هذه الفئات القليلة. ولكن عندما يسلمها زمام الأمور فبالتالي ستكون هذه الفئة حاكمة على هذا الشعب، وعادة ما يكون أمثال هذه الفئة هي أشد من الاحتلال على الشعب. هذه نقطة ضعف هؤلاء، لأنه يحسون بالدونية عند الذي يحس بالدونية عادة ما يكون أقسى من الاحتلال وأقسى من العدو نفسه على الشعب، لأنه هذا الإحساس موجود عند هؤلاء. ولاحظ أنه اليوم حالة انفصام ما بين الشعب العراقي وما بين هؤلاء، حالة انفصام واضحة، يعني مشروع المتظاهرين والمنتفضين والانتفاضة ورفعها للشعارات الوطنية، حتى الشعارات الوطنية اليوم ما يتقبلوها لأن يتحس يعني يحسون بالنقص اللي موجود عنده. نعم أستاذ حسين. دكتور إبراهيم سليمان، يعني ما مدى صحة أو ما دقة ما يعني ينقله الكثير من المتداولين والكثير من الشهود العيان عن الواقع الصحي في العراق وحقيقة هذه الرشا التي تتقاضاها بعض المستشفيات من أجل إجراء مسحة للملامسين مقابل 200,000 دينار؟ سيدي العزيز والله ما عندي توثيق لهاي المسائل. نعم. أكو بيها إكزاجوريتد يعني تهويد بيها بهذا الرقم، يعني هسه شوف أكو كتات محطورة كتات طيب. يعني عندهم والكتات طبعا متبرعة بيها منظمة الصحة العالمية، قلت لك دولة السفير الكوري والسفير الياباني والسفير الصيني دا يجيب لهم كم كت دا يمشون بيها إلى الآن. هم باعترافهم الحاكمين يقولون إحنا ما عندنا كل شيء التشغيلية، ما عندنا صرف على الصحة، إحنا اللي عندنا سيد العزيز سوء التخطيط، مؤسسات من الاحتلال للاحتلال وما قبل الاحتلال بالحصار 10 سنوات، الصحة ما شافت كل شيء، بعد الاحتلال زاد سوءا. بعض الإخوان دا يحكي صحيح مستشفيات ماكو، مواد صحية ماكو. أنت تدري ليش يموتون الأطباء بالخط الأول؟ مستلزمات السلامة المهنية ما عندك، يعني تدري أنت الأطباء يشترون الكفوف والكمامات افتهمت عليه وهاي البدلات يشتروها على حسابهم الخاص. سيد العزيز من يقود البلد ديون للمحتل ولا العملاء؟ هؤلاء لا يمكن أن يفيدوا البلد، يضر البلد. أنا دا أشوف هسه انتبهوا على الكيف مال الناصرية والعمارة والنجف والكذا، بدت من فتحوا الحدود مع إيران بدأ يزداد الكيف مال الوفيات ومال الإصابات، هذا بدأ دا يجون. أخي كنت ما نريد عني اغلقوا المجرى الوسخ اللي دا يجينا من إيران، نحن نسيطر على الوباء، ما تغلقه ما ممكن. هناك أكثر من 500، يعني وزارة الصحة أعلنت 592 إصابة وثمان وفيات بين الكوادر الطبية منذ تفشي الوباء في العراق. هذه الأرقام دكتور إبراهيم ما مدى دقتها؟ هل هي صحيحة أم أن الأرقام أكثر؟ لا الأرقام أكثر، صح الأرقام أكثر، يعني هستطيق لأن أنا طبيب وقريب على ربع زملائي الأطباء، فهمت علي؟ الأرقام أكثر، وحتى بالوفيات وحتى بالإصابات. أنت تدري هسه هاي التخويف مال الناس، يعني أنا اليوم جتني كيس مثل حبيبي حطيت له هذا الفحص الدنيا، قلت له هذا كولير اسمه كورونا، زين ما يقبل يروح للمستشفى، يقول أموت ببيتي، يدورون ستر لأن هسه صارت شنو تأخذ الإسعاف وممنوع الصلاة عليه وممنوع الكذا عليه. أصبحت الناس تخاف الذهاب إلى المستشفى يعني خوفا من الإصابة بالعدوى. صادق 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 نعم.
فهذه ماذا عن أجهزة كشف الفيروس؟ هذه الأجهزة هناك معلومات عن شبهات فساد تشوب ملفات استيراد هذه الأجهزة. هذه الأجهزة كيف تعمل هناك في المستشفيات؟ يعني كيف تقيمونها أنتم الأطباء؟ يعني هاي ترى الأجهزة صينية مثل هاي شركة الأدوية ما تعامل ويا روسيا، روسيا بعدها هي يعني هي روسيا الموت بها والإصابات بها يتفق مع عدوها بيجي من روسيا. يعني قالوا له 600 دولار هو 100 دولار ما يريد 500 دولار بالربح بالقنينة يريد أكثر. الآن سلم الشركة هندية بربيل تهمت على راح يصنع لنا. شوف التناقض هذا، وزير الصحة من يطلع، شوف الإرباك اللي صايبه. سيدي أكو مجموعة من الأطباء تخاف الله وتخاف الوطن وهم الروس الوطن. الروس طبعا هم من أعلى نسب الإصابة على مستوى العالم أيضا، يعني مع ذلك هم هناك إشاعات تقول بأن العلاج هو روسي. طيب فليعالجوا أنفسهم أولا. ألف رحمة على الأكل. نعم شكرا لك دكتور. دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، لابد من حلول معينة لمواجهة هذا الفيروس، أم أن الأمر مسلم به بأن الخطر محدق وأن النظام أو المنظومة الصحية في العراق ستنهار؟ أخي هذا الكلام، التعديل والمعالجة وكله يحتاج إلى مقومات. مع الأسف الشديد هذه المقومات معدومة منعدمة في العراق في ظل النظام السياسي الذي فرضه الاحتلال. لدينا فساد مستشري كبير، لدينا إرادة سياسية من شأنها انهيار القطاع الصحي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي. كل هذه القطاعات هي مهددة في العراق في ظل هذا النظام، وبالنتيجة لدينا أمور تنذر حقيقة بكوارث يعني يصعب وصفها، وبالنتيجة لدينا مستقبل مظلم في ظل هذه الظروف وفي ظل المعطيات الحالية. حتى المحاولات من هنا وهناك لا يمكن أن تجدي نفعا، لأن الأصل في الأمر هنالك أمور لا يمكن، عقبات كؤود لا يمكن تجاوزها في العراق في ظل هذه المنظومة السياسية الفاسدة والفاشلة والمفسدة الحالية التي تتحكم بالعراق وثروات العراق وشعب العراق ومقدرات العراق. وهذا هو هذا أصل المشكلة حقيقة. لا توجد جهة وطنية تريد أن تقدم للبلد وتقدم للمواطن العراقي البسيط أبسط مقومات الحياة وأبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان أينما كان وأينما حل. شكرا لك دكتور. أستاذ حسين، ما هي الحلول لإنقاذ الشعب العراقي من كارثة انهيار الواقع الصحي في ظل منظومة فاسدة وفي ظل نظام المحاصصة وفي ظل اجتياح فيروس كورونا وفي ظل ما نشاهد من موت جماعي للعراقيين، وكل يوم نسمع بخبر يعني سيء؟ يعني أنا عندما ذكرت لك أنه المشكلة في النظام السياسي وليس في أشخاص، يعني مثلا الآن في المدن بناء المستشفيات ليس من مسؤولية الحكومات المحلية باعتباره ليس من مسؤولية تنمية الأقاليم، من مسؤولية الحكومة المركزية. هذا دليل على أنه النظام السياسي هو المسؤول على هذا المجال. اليوم معمل أدوية سامرة 17 عام كان يفترض لدينا 3 معامل بمستوى هذا المعمل، اليوم المعمل يعمل بنسبة 20%. نسبة 20% من الطاقة الإنتاجية. أما يا سيدي ما هو الحل وما هو العلاج؟ إحنا اليوم ما نتكلم عن حالة كورونا فقط، نتكلم عن مجموعة مشاكل متراكمة برزت فيها قضية كورونا كوباء عام انتشر لدى الشعب العراقي. أنا أنصح الشعب العراقي، وإن كنت لست طبيب ولا مختص ولكن من خلال تجربتي، أولاً هو قضية ارتداء الكمامة، يعني اعتماد على النفس، أن المواطن يعتمد على نفسه لا يعتمد على المؤسسات الصحية ولا على النظام السياسي اللي موجود في العراق. قضية ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، النظافة والتعقيم، وتحمل مسؤولية نفسك يا مواطن، هذا ضروري جدا. اليوم قضية حظر التجوال أيضا في البلد مثل العراق منذ 3 أشهر والحظر التجوال موجود مستمر في العراق. ما الذي حقق ولم يحقق؟ القصة القضية وين؟ لأنه اليوم أنت تعلن حظر وثاني يوم واحد يعلن زيارة،
شلون تعلن زيارة؟ طيب هذا الحظر يعني كيف تتعامل مع هذا اللي يسوي زيارة ويجمع آلاف الناس؟ إذا وعي المجتمع، ثقافة المجتمع ضرورية في مواجهة كورونا. الأشخاص يتحملون مسؤولية نفسهم بنفسهم، وهي مثل ما ذكرت ضمن النقاط الثلاثة، ولا يذهبون للمستشفى إلا لحالات ضرورية طارئة جدا، لأنه قد يكون هناك الوباء محقق إن كان هنا الوباء ظنيا. وهذه المسؤولية، وعلى النظام السياسي في العراق أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وخطايا هؤلاء، ابتداء من ما حصل مع الكابتن أحمد راضي رحمه الله والكابتن علي هادي وغيره، وكثير من العراقيين الذين ذهبوا ضحايا، يتحمل مسؤوليتهم وخطاياهم هو النظام السياسي الفاشل في العراق، سواء في الصحة كما فشل أيضا في الأنظمة الأخرى للدولة العراقية. الحل في نظام وطني، في حكومة وطنية تعتمد مبدأ المواطنة على إدارة الدولة وتحترم كفاءاتها الفنية والعلمية لمواجهة هذا الوباء الخطير، وإلا نحن أمام كارثة خطيرة جدا. ونصيحتي الحفاظ على الكوادر الطبية هم الخط الأمامي الأول، إذا ما انهار هذا الخط فستكون كارثة أمام الشعب العراقي واجه. طيب دكتور إبراهيم، في دقيقة واحدة، يعني ما هي النصائح التي تقدمونها كطبيب للعراقيين؟ هو هذا صحيح، هسه احنا الاطباء استخدمنا هذا الاسلوب مال الاخ الزميل اللي امامك، فهمت علي؟ احنا تماما شوف، رقودك بالبيت يحميك 60%، لبس الكمامه والشفوف 20%، عدم الذهاب حسينيه زياره دنيا عالمين لقاء فواتح ما فواتح يحميك 20%. للامانه هسه كثير من الناس ملتزمين، صار لهم تقريبا شهرين ثلاثة ما طلع عين الشارع. يعني هذا شيء صحيح، اعتمد على نفسك. الدولة ما تحمي الشعب، الدولة هسه تريد هي تعد الشعب، اكو شيء خلل ما حد يعرفه. الدولة ليس من اجل الشعب، وانما من اجل كراسيهم. نقطة واحدة. نعم. نعم. اذا دكتور ايمن العاني، ما هي النصائح التي تود أن توجهها إلى العراقيين في ظل جائحة كورونا وفي ظل فساد حكومي وفي ظل ما يجري من فوضى في العراق ومن انهيارات لجميع قطاعاته؟ أخي الكريم، الصحة ليست أولوية لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة، وبالتالي على المواطن أن يعي هذه الحقيقة جيدا وأن يتعامل مع أي وباء ومع أي مرض وفق هذه الحقيقة ووفق ما تفرضه هذه الحقيقة، لأنه المواطن ليس يعني لا تكترث الحكومة لهذا المواطن، سواء ابن الجنوب أو ابن الشمال أو ابن الوسط. الأدلة كثيرة على ما أقول، فالمواطن يتحمل مسؤولية نفسه في هذا الظرف العصيب. الحقيقة التباعد الاجتماعي، رفع مستوى النظافة الشخصية، رفع مستوى الـ يعني التقيد بإجراءات الوقاية تقيدا كبيرا. هنا يعني لدينا تعليمات وإرشادات، سواء من منظمة الصحة العالمية أو من حتى وزارة الصحة أو من الأطباء والكادر الطبي، والابتعاد كل البعد عن المستشفيات، لأنها حتى الأطباء حقيقة تحدثت مع عدد كبير من الأطباء خلال الأيام الماضية، كلهم حقيقة كلهم من لديهم مرضى من الأقرباء أو من ذويهم ينصحونهم بالابتعاد عن المستشفى وعدم الذهاب إلى المستشفى حتى في الحالات العصيبة، مع الأسف الشديد، لأنها يعني سيجدون أصبحت حاضنة للعدوى، لا توجد أجهزة تنفس اصطناعي، لا توجد تجهيزات. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، لوجودكم معنا في هذه الحلقة. وشكرا لك دكتور إبراهيم سليمان الكبيسي، الجراح الأخصائي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي، الكاتب والباحث السياسي العراقي. مشاهدينا الكرام، عافاكم الله وحفظكم من كل سوء، نلقاكم بإذن الله.